المشروع الجديد لجوجل والذي يخطف الأضواء في الأيام الأخيرة يغضب الإسرائيليين. هذا المشروع هو عبارة عن وضع كاميرات على سيارات وتصوير الشوارع في جميع الزوايا. السلطات الإسرائيلية تقول بأن هذا المشروع قد يؤثر سلبياً على أمن وخصوصية المواطنين في إسرائيل، لأن التصوير يتخلل أيضاً تصوير البيوت والمباني والشوارع والأشخاص على الشوارع. لذلك السلطات تحاول منع قيام جوجل بهذا المشروع في إسرائيل.